بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاث مرات اللي فاتوا، الثلاث حصص اللي فاتوا، انا خلصت المدخلات اللي انا بدخلها للبرنامج. هبدأ النهارده اطلع منه اول حاجه اللي هو حصر الكميات. المره اللي جايه هطلع منه اللوح. خلصت انا الجزء الاولاني اللي هو بتاع المودلنج كخرسانات، والجزء الثاني اللي هو المودلنج كحديد تسليح. ايه اللي هنعمله النهارده؟ اللي هنعمله النهارده الاول هكلمك عن الوحدات بتاعه الحصر. هكلمك الاول عن الوحدات بتاعه الحصر. ثاني حاجه، ايه هو حصر الكميات الانشائي اللي انا عايزه. الخطوه اللي بعد كده، انا مثلا هطلع من الريفت حاجه بالمتر الطولي، هطلع منه حاجه بالمتر المربع، هطلع منه حاجه بالمتر المكعب. ده اللي الريفت بيقدر يطلعه لي. في حاجات مثلا زي الوزن، الوزن هو ما بيطلعه لكش، بس انا لو ضربت مثلا الكثافه في الحجم هطلع مين؟ هطلع الوزن. ده اللي هو تفاصيل اكتر غير اللي الريفت بيديها لي. الحاجه اللي بعد كده، الجداول اللي انا هطلعها من الريفت ايه؟ واول حاجه اللي هي وحدات الحصر. في عندي حاجات بتتقاس بالمتر الطولي، زي ايه؟ زي الوزرة بيتقاس بالمتر الطولي، زي الترابزين بتاع السلم بيتقاس بالمتر الطولي، زي الرخام اللي بتحط على الدرج بتاع السلم بيتقاس بالمتر الطولي، زي المواسير بيتقاس بالمتر الطولي. طيب الحاجة التانية بتتقاس بالمتر المربع أو المتر المسطح، زي معظم الأعمال على فكرة بتاعت التشطيبات بتتقاس بالمتر المربع، زي الدهانات، زي المحارة أو البياض، زي البلاط. كل ده بيتقاس بالمتر الايه؟ بالمتر المسطح. بالنسبه للحوائط، بالنسبه للحوائط، لو كان العرض بتاع الحيطه نص طوبه انا بقيسه بالمتر المسطح، اكتر من نص طوبه انا بقيسه بالمتر المكعب. طيب هو الراجل اللي بيجي يعمل المقايسه بتاعته، انا بقول له بالمتر المسطح مباني طوب، هو عايز يعرف فيه كام طوبه. بالمقاس بتاعت الطوبة بتاعتنا اللي هو 25 في 12 في 6، المتر المسطح فيه من 55 ل 58 طوبة. بالمتر المكعب لو الحجم عندك العرض بتاع الحيطة أكتر من نص طوبة بقيسها بالمتر المكعب، المتر المكعب فيه حوالي 462 طوبة. الحاجة اللي بعد كده اللي بتتقاس بالمتر المربع، الخرسانة العادية بتاعت الأساسات. الخرسانة العادية بتاعت الأساسات بتتقاس بالمتر المربع لو كان السمك بتاعها أقل من 20 سنتي. أكتر من 20 سنتي بنقيسها بالمتر الإيه؟ بالمتر المكعب. الحاجات اللي بنقيسها بالمتر المكعب زي مين؟ لسه أنا قايل لك من شوية اللي هي مباني الطوب لو أكتر من نص طوبة، وأي حاجة خرسانة مسلحة بتتقاس بالمتر المكعب. لو حاجة سنتي في سنتي وفيها سيخ حديد بتتقاس بالمتر المكعب. ما عدا حاجة واحدة بس خرسانة مسلحة بنقيسها بالمتر المربع، اللي هي الهولو بلوك. الهولو بلوك بتقاس بالمتر المربع. تقول له كده بالمتر المربع، بلاطات مفرغة. طيب هو هيجيب الأبعاد بتاعتها كخرسانات إزاي؟ جوه التوصيف بتاع البند هتقول له أنت بقى محمل على أعصاب، عرض العصب بيساوي كذا، وفوقها بلاطة سمكها كذا، فيقوم هو جامع الكميات بتاعته على أساس توصيف البند، إنما الكمية نفسها أنت بتطلعها بالمتر المربع. يبقى اي خرسانه مسلحه انا بجيبها بالمتر المكعب، ما عدا الهولو بلوك بتتقاس بالمتر الايه؟ المربع. في حاجه بتتقاس بالعدد، زي اللي بيقول ايه؟ اللي بيقول الشباب بيجي بتتقاس بالعدد، قول له عدد باب 90 سنتي للغرفه مثلا. تمام؟ ده كده الوحدات بتاعت الايه؟ الوحدات بتاعت الحصر. ايه اللي انا عايز اطلعه كحصر كميات؟ ايه اللي انا عايز اطلعه كحصر كميات من الريفت؟ اول حاجه عايز اطلع حصر كميات العمدان. الحاجه الثانيه اللي عايز اطلعها حصر كميات الايه؟ البلاطات، وحصر كميات الكاميرات. ده الجزء اللي فوق صح، بلاطه وكاميرا وعمود.
الجزء اللي تحت الارض عايز اطلع منه حصر كميات الخرسانه الايه؟ العاديه، حصر كميات الخرسانه المسلحه والسميلات. وخلي بالك في كمان مع الحصر بتاع الكميات بتاع الخرسانات بتاعت الاساسات العزلي. لو دخلت جوه الريفت وفتحت ال 3 دي مثلا، اطلع الجداول بتاع حصر الكميات ازاي؟ من قائمه فيو، من قائمه فيو هتلاقي في حاجه عندك اسمها سكيدولز، سكيدولز كوانتيتيز. يبقى انا هطلع جداول كميات. شوف الحاجه اللي انت عايز تحصرها، انا دايما هتلاقيني دايما في الحته دي اللي هي استراكشر دي. في عندك استراكشر كولوم، وفي عندك استراكشر فريمنج، وفي عندك استراكشر ريبر يا سياخ تسليح، وفي عندك استراكشر فاونديشن، وفي عندك الحاجه الوحيده اللي بنجيبها من فوق منها اللي هي الايه؟ الفلور. وليكن انا دلوقتي مش هتكلم عن الجدول بتاع العمود، انا بس هعرفك الحاجات اللي انا بطلعها من ريفت ايه، افهمها لك، وبعد كده اقول لك انا هطلع جدول العمود ازاي. لو قلت مثلا استراكشر كولوم، هتلاقيه فاتح لك القايمه دي. الاربعه دول اللي يلزموني، الفيلدز والفلتر والسورتنج وجروبنج والفورماتنج. ايه الفيلدز؟ هتلاقي الحاجات اللي انت عايز تظهرها في الجدول. مش انت عايز تجيب الحجم كخرسانات، وعايز تجيب مثلا النوع، تقول له مثلا العمود ده اسمه سي 1، حجم الخرسانات بتاعته قد كذا، ده الطيب والفوليوم. الحاجه الثانيه لو انا عايز الاستيميتد رينفورسمنت فوليوم، حجم الحديد اللي هيتحط جوه الايه؟ اللي هيتحط جوه الحاجه دي. طب في حاجات جاهزه، ايه الكالكوليتد فاليو دي؟ انت طلعت من هنا حجم، عايز اطلع وزن مثلا، هتروح عاملها اضرب الحجم ده في الكثافه يروح مطلع لك الايه؟ الوزن. يبقى انا فهمت الفرق ما بين الفيلدز اللي موجوده والكالكوليتد فاليوز. طيب ايه الفلتر؟ الفلتر مثلا عندك 12 دور، كل دور فيه 10 عمدان، يبقى هو هيطلع لك في الجدول ده ال 120 عمود، ال 12 دور في 10 عمدان. الفلتر ده مثلا لو انا عايز اطلع على دور واحد بس، مش عايز اطلع كل الادوار، عايز اطلع دور واحد بعينه بعملهم الفلتر، عايز اطلع نموذج واحد في كل الادوار بعملهم الفلتر. طيب السورتنج والجروبنج بيجيب لك الحاجات دي ورا بعضها كده، سي 1 سي 2 سي 3، ويروح مكرر لك سي 1 سي 2 سي 3. انا عايز ارتبهم، يبقى مثلا السي 1 ورا بعضها، السي 2 ورا بعضهم، السي 3 ورا بعضهم. في ترتيب تاني كمان، ان انا ارتبهم ازاي؟ الدور الاولاني العمدان بتاعته ورا بعضها، الدور الثاني العمدان بتاعته ورا بعضها، الدور الثالث وهكذا. ايه الايتمايز دي؟ ايتمايز دي لو انا عايز كل واحد لوحده. انما لو شلت الايتمايز دي يبقى كل العمدان اللي شبه بعضها هيروح مجمعها لك في خانه واحده. الخطوه اللي بعد كده الفورماتنج. الفورماتنج مش انت جمعت مثلا سي 1 مثلا 10 عمدان رحت مجمعهم؟ هيقول لك كالكوليت التوتال، يعني احسب لي مجموع التسليح بتاعهم قد ايه. فليكن انا هشتغل على الديفولت بتاع البرنامج واشوف الجدول ده بيطلع ازاي. ايه اللي عمله لك ده الديفولت؟ انا ما عملتش اي حاجه، ما عدلتش اي حاجه في البرنامج، على طول عاطيني النوع والكميات بتاعته كخرسانات والكميات بتاعته كايه؟ كتسليح. طيب انا عايز اجمع كل السي واحد مع بعضهم، يبقى تروح جاي على مين؟ على البروبرتيز، وافتح الايه؟ الفيلدز. عايز اجمع السي واحد كلها مع بعضها، يبقى مجمع لك السي واحد كده وكميتهم مع بعضهم على بعضهم كده بكام؟ بدل ما هو مفردهم لكل واحد واحد. اقول له على السورتنج وجروبنج، هيقول لي سورت باي السي واحد دي في التايب ولا في الفوليوم ولا في الاستيميتد رينفورسمنت؟ هي في الايه؟ في التايب. وتروح شايل الايتمايز دي، تعرف كده هو هيعمل لك ايه؟ اروح مجمع لك كل عمود سي 1 سي 2 سي 3 وراح مجمعهم لك مع بعضهم. تمام؟ لو رحت فاتح دي، طب انا عايز ارتبهم بالدور، هتروح مدور هنا على التوب ليفل،
وتروح على السورتنج وجروبنج، هتقول له صنفهم لي بالدور، يعني الاول الدور الاولاني تروح مجمع لي ده اول مجموعه، وبعد كده الدور الثاني، وبعد كده الدور الثالث، وهكذا. يقول لك زين باي، يعني هو هيصنفهم لك بالدور، هو كده هيعمل لك التصنيف كل العمدان اللي في الدور ده مع بعضها. ثاني تصنيف عايز اعمله بالتايب، يعني انا هصنف لك بالدور الاول. ثاني حاجه هروح مصنف لك لو النموذج اتغير جوه الدور اعمل لك تصنيف ثاني، واروح قايل له اوكي. يبقى انت عندك ليفل 2 ورا بعض، وليفل 3 سي 1 وسي 2 وسي 3. طيب انا عايز افصل ليفل 2 عن ليفل 3، اقول له ايديت، واروح على السورتنج وجروبنج، واقول له فوتر وبلانك لاين، اقول له اوكي. راح فاصل لك كل ليفل عن الايه؟ عن الليفل اللي قبل. تعالى كده هطلع اول الجداول، انا بس كنت بفهمك الحاجات دي بستخدمها ازاي، او ايه فايده الفيلدز والفلتر والفورماتنج. تعالى على الجدول بتاع الكاميرات ده. انا عايز اطلع الجدول ده من ريفت. اعمل ايه؟ اروح على فيو سكيدول. لو تلاحظ هنا مطلع التايب والريفرنس ليفل والفوليوم والحجم بتاع الايه؟ بتاع التسليح، دول اللي اقدر اطلعهم من ريفت لحد كده. عامل سورتنج وجروبنج بمين؟ اول حاجه بالليفل. وعامل سورتنج وجروبنج بمين؟ بالتايب. يعني هو مصنف لك الاول الليفلات كل ليفل لوحده، ومصنف لك جوه كل ليفل التايب بتاعه. يبقى انا هفتح كده واقول له فيو سكيدولز وكوانتيتيز استراكشرال فريمنج اللي هي الكاميرات، عايز الفوليوم، وعايز التايب، وعايز الاستيميتد رينفورسمنت فوليوم، وعايز الريفرنس ليفل. الريفرنس ليفل ورتبهم، اخلي مثلا التايب ده فوق اول حاجه، والريفرنس ليفل ثاني حاجه. لو كده ضغطت اوكي هيروح جايب لي كل الكاميرات متفرده كل واحده لوحدها. اقول له سورتنج وجروبنج، اقول له سورت باي الليفل، يعني لما الليفل يتغير لا خلي لي ده نوع لوحده. زين باي التايب، يعني كمان لما التايب يتغير مع تغير الليفل اعمل لي ده نوع. يبقى انا هرتبهم لك الاول بالليفل، وجوه الليفل هروح مرتب لك بالتايب. ايه الايتمايز؟ ايتمايز دي هيسيبهم لك زي ما هم متفردين، لا انا عايزه يجمعهم لي ايه؟ يجمعهم لي على بعضهم، اقول له جراند توتال. طيب مش انت عايز تفصل كل دور عن اللي قبله؟ هتروح على الفوتر دي وبلانك لاين، هيشد لك خط ما بين الدور والايه؟ الدور واللي قبله. تعالى على الفورماتنج، قول له اوكي كده. الفوليوم فاضيه ليه؟ تروح على الفورماتنج وعلى الفوليوم وتقول له كالكوليت الايه؟ التوتال، يعني اجمع لي الحجم بتاع الايه؟ بتاع الكاميرات مع بعضها. وتروح على الفورماتنج وتقول له الاستيميتد رينفورسمنت، تقول له كالكوليت التوتال، واقول له اوكي. انا كده طلعت اللي اقدر اطلعه من الريفت، اللي هو التايب والليفل والفوليوم والرينفورسمنت فوليوم. عايز اطلع كميه الاسمنت والرمل والزلط، مش دول بيتاخدوا كنسبه من الحجم بتاع الخرسانه؟ اقول له ايديت في الفيلد سن، اقول له كالكوليتد فاليو. انا ما اقدرش اطلع من ريفت اكتر من كده، بس اقدر احسب منه كمعادله زي بتاعه الاكسل بالظبط. اقول له كالكوليتد فاليو، سمي دي مثلا سيمنت. دي قد ايه؟ دي الاول استراكشر ونوعها وزن. الاسمنت على حسب، بيقول لك 350 كيلو جرام على المتر المكعب ولا 450 كيلو جرام على المتر المكعب، اخليها 350 واقول له اوكي. يبقى انا كده ضفت خانه، هيحسبها لك من مين؟ من الفوليوم. اضيف خانه كمان لو عايز احسب الرمل، اقول له ساند ونوعه حجم، وده هيتاخد نسبه من مين؟ من الحجم بتاع الخرسانات بس مضروب 4 من 10. اضيف خانه كمان اللي هي جرافل،
واقول له نوعه حجم، وده يتاخد يا اما نسبه من الحجم الكلي يا اما ضعف الرمل، يا اما اخد ده نسبه من الحجم الكلي واضربه في 8 من 10 او اروح ضارب الحجم بتاع الرمل في كام؟ في 2، هي هي، واقول له اوكي. يبقى انا كده ضفت من عندنا الثلاثه دول من خانه ايه؟ كالكوليتد فاليو. طيب انا عايز اضيف التسليح، التسليح عندك اللي الريفت مطلعه لك حجم، انا عايزه كوزن. اقول له كالكوليتد فاليو، اقول له ستيل، ده نوعه وزن، ستراكشر ووزن من الاستيميت رينفورسمنت، واروح ضارب ده في 7810 اللي هي كثافه الحديد 7.81 من 100 طن على المتر المكعب، او 7810 كيلو جرام على المتر المكعب طن. واقول له ايه؟ واقول له اوكي. يبقى انا كده مطلع لك الاربع خانات دول من كالكوليتد فاليو، انما الريفت ما بيطلعهم لكش مباشر، هو بيطلع لك الاحجام وانت بتربطهم بيهم. واقول له اوكي. فاضيين ليه؟ عشان انا ما روحتش على الفورماتنج وقلت له كالكوليت الايه؟ التوتال. بص كده على كالكوليت التوتال للاربعه دول مش موجوده. يبقى انا هروح واقف على ده واقول له كالكوليت التوتال، وده كالكوليت التوتال، وده واقول له كالكوليت الايه؟ كالكوليت التوتال. يبقى انا هحاسب لك التوتال بتوع الايه؟ بتوع الجماعه دول. يبقى انا كده عملت اول جدول لمين؟ اول جدول للكاميرات اللي انا طلعته من الريفت، التايب والليفل والحجم وحجم التسليح. عملت ايه؟ عملت سورتنج وجروبنج. ليه عملت سورتنج وجروبنج؟ لان هو زي ما انت شايف كده مقسم لك كل ليفل لوحده، وجوه الليفل مقسم لك كمان مين؟ للتايب. تعال شيل التايب كده وقول شوف ايه اللي هيحصل، متوقع ايه اللي هيحصل لو شلت السورتنج بالتايب؟ هيقوم مجمع لك الاثنين دول مع بعض كواحده واحده. نون. قول له كده. راح جمع لك البي 1 والبي 2 مع بعض، لان انت عملت فلتر واحد او سورتنج واحد بس اللي هو بالايه؟ بالليفل، راح مجمع لك كل الكاميرات اللي في الليفل ده مع بعض. انما وانا بعمل سورتنج وجروبنج بعمل بحاجتين، بالليفل وبين والتايب، يعني غير لي لو كمان نوع الكاميرا ايه؟ نوع الكاميرا اتغير. ده اول جدول انا كنت عايز اطلعه، في مشكله؟ تعالى على الجدول الثاني. بنفس المبدا. جدول الايه؟ العمدان. عايز من الريفت التايب والتوب ليفل والفوليوم وحجم التسليح، ودول انا عارف هطلعهم ازاي. يبقى انا هطلع الاربعه دول من الريفت. طيب السورتنج والجروبنج اللي معمول هنا معمول بايه؟ معمول اول حاجه بالليفل، راح مصنف لك كل ليفل لايه؟ كل ليفل لوحده، وجوه الليفل راح مصنف لك كمان بالتايب. يبقى انت معمول هنا سورتنج وجروبنج بحاجتين، بالليفل والتايب. تعالى نعمل الكلام ده على الريفت. اقول له فيو سكيدولز وكوانتيتيز، افتح الاستراكشرال كولم، ده الجدول اللي انا عايز اطلعه. عايز اطلع ايه من هنا؟ عايز اطلع التايب، وعايز اطلع مين؟ فيو سكيدول وكوانتيتي استراكشرال ايه؟ استراكشرال كولم. اطلع من هنا التايب الفوليوم والتايب والتوب ليفل. انا ما اقدرش اقول له العمود ده في ليفل كذا، بس اقدر اقول ان العمود ده اخره في ليفل كذا. انا هربط الكلام ده بقى ان اخره في ليفل كذا ان ده عمود الدور الايه؟ الدور الارض مثلا. اقول له التوب ايه؟ التوب ليفل. وعايز كمان الاستيميتد رينفورسمنت فوليوم، يعني حجم الايه؟ حجم التسليح. ده اخر حاجه اقدر اطلعها من الريفت. بعد كده انا عارف هطلع الباقي ازاي. ارتبهم الطيب الاول، وبعد كده الليفل، وبعد كده الفوليوم، وبعد كده سورتنج وجروبنج. اقول له اول حاجه صنفهم لي بمين؟ بالتوب ليفل. الفوتر والبلانك لاين لازمتهم ايه؟ ان انا هفصل لك كل ليفل عن الليفل اللي قبله، فبعملها في التوب ليفل وما بعملهاش في الفلتر او السورتنج الثاني. بعد كده رتبهم لي بمين؟ بالتايب. لو عملت دي ولا اكن عملت حاجه، فبشيل علامه الصح دي عشان يروح مجمعهم لي مع بعض واقول له جراند توتال.
الفورماتنج الفوليوم مش عليها كالكوليت التوتال، وكذلك مين دي؟ اروح واقف على دول الاثنين واقول له كالكوليت الايه؟ التوتال. الباقي اجيبه ازاي؟ بنفس المبدا فيلدز واقول له كالكوليتد ايه؟ كالكوليتد فاليو. عايز اول حاجه مين؟ اسمنت. ده بيتاخد كاستراكشرال ونوعه وزن. ده بيتاخد نسبه من مين؟ من حجم الخرسانه 350. وما تشغلش بالك بالتحويلات، هو بيفهم اوتوماتيك. يعني لو اضغط اوكي كده واقول له ايه ده الثاني، هو خلاص راح فاهم ان دي 350 كيلو جرام على المتر المكعب. اقول له اوكي. اروح ضايف كمان كالكوليتد فاليو، سميها مثلا السنت ونوعها حجم، والحجم ده بيتاخد نسبه من الحجم الكلي، يعني ده يتضرب في 4 من 10 واقول له اوكي. اضيف كمان خانه اللي هي بتاعت الجرافل، وده بيتاخد كحجم، وممكن اخده المره دي نسبه من السنت اللي هو ضعف الايه؟ ضعف الرمل. الحديد ده نوعه استراكشر وبيتاخد كوزن، وده بيتاخد من نسبه الاستيميتد انفورسمنت فوليوم اللي هو من حجم الايه؟ من حجم حديد التسليح، وده بيتضرب في 7810 اللي هي 7.81 من 100 طن على المتر المكعب. كده انا ضفت دول. لو ضغطت اوكي هيجيب لك الخانات دي فاضيه. لو جيت على الايديت دي اروح على السند والجرافل والستيل، واروح هتلاقي في خانات عندك هنا ايه؟ خانات فاضيه، اروح معلم عليهم واقول له كالكوليت الايه؟ كالكوليت التوتال. راح مجمع لك دول مع بعض. لا مالكش دعوه بالارقام، انا عامل موديل كبير. لا ده مش عمود. بص دول كام عمود؟ ده 36. سي 3 ده 36 عمود، يعني سي 3 ممكن تلاقيه 10 عندك. ما هو هنا مش ده مش معناه ان ده عمود واحد، ده معناه ان ده مجموعه عمدان. لا ده في الليفل، في ليفل 2 هو الليفل ما فيش فيه ثلاث عمدان، بس فيه ثلاث نماذج عمدان. احنا مسمينه سي 2 بس. يعني انا جمعت مثلا سي 1 وسي 2 وسي 3 طلعوا مجموعهم 36. كنا بنسمي سي 1 ده مش عمود واحد. تمام؟ كذا عمود مش عمود واحد. بالظبط. ده كده الجدول الثاني اللي انا كنت عايز اطلعه، اللي هو جدول مين؟ اللي هو جدول الكمرات وجدول العمدان. الجدول الثالث جدول البلاطات. ده فيه الطايب والليفل والفوليوم والاستميت رينفورسمنت، دول بتوع الريفت. والاريا كمان بتاعت الريفت. متصنف ده بايه؟ ده متصنف الاول بالليفل، وبعد كده متصنف بالطايب. متصنف بالليفل وبعد كده متصنف بالطايب. يبقى انا هروح جايب الخمس خانات دول واقول له صنفهم لي بالليفل والطايب، واروح مطلع دول بكالكوليتد فاليو. اقول له فيو سكيدول وكوانتيتيز، وهنا اقول له ايه؟ الفلور. عايز ايه من الفلور؟ عايز الفوليوم وعايز الطايب، وايه تاني؟ وعايز الليفل. هي في الدور الكام؟ بلاطه في الدور الكام دي؟ والاستيميتد رينفورسمنت فوليوم اللي هو حجم الايه؟ حجم التسليح. اروح مطلع ده فوق، اروح مطلع ده فوق، اقول له سورتنج وجروبنج، اقول له سورتنج وجروبنج، واشيل ايتمايز واقول له صنفهم لي بايه؟ صنفهم لي بالليفل الاول، واقول له فوتر وبلانك لاين، يعني اقسم لي ما بين كل ليفل وليفل، زين باي التايم. طب ليه ما هي البلاطه بتاعت الدور مش بتبقى بلاطه واحده؟ ساعات الدور بيبقى فيه بلاطه سوليد وبلاطه ايه؟ وبلاطه فلات. فبقول له زين باي التايب عشان اقدر احكم البلاط السود ده حجمها قد ايه والبلاط الفات حجمها قد ايه. وبعد كده اروح على الفورماتنج على طول، واروح على دول واقول له كالكوليت مين؟ كالكوليت التوتال، وعرفت فايدتهم ايه؟ واقول له اوكي. جاب لي الحد هنا. ايه اللي كمان الاريا ممكن اطلعها من هنا؟ الاريا ممكن اطلعها كمان من ريفت. واقول له على الفورماتنج ما انساش على الاريا، واقول له كالكوليت الايه؟ كالكوليت التوتال. رحت جبت ده اخر اللي اقدر اعمله من ريفت. ازود انا عليه من عندي الاربعه التانيين اسمنت ورمل وزلط وحديد، اعملهم تاني ولا اخش في اللي بعده؟
نخش في اللي بعده. قبل ما اخش في الحصر بتاع الجزء اللي تحت اللي هو بتاع الاساسات، حاجه زي كده، العزل بتاع الاساسات بيتحط فين؟ لا، هو احنا بنفضل نحط العزل على الجناب بس. تعالى كده نقول لك ليه. يبقى العزل بيتحط على على الجوانب دي. لو انا عايز احسب المسطح بتاع العزل ده مساحته قد ايه؟ العزل بتاع السملات مش هيساوي الطول بتاع السمل في الارتفاع في 2 عشان الجنب ده والجنب الايه؟ الجنب التاني. بس انا لما باخد الطول بتاع السمل بعمله كات لينس مش اللينس، لان انت بترسم السمل من العمود للعمود، هو بيفهم في الريفت ان ده اللينس. انا باخد الكات لينس اللي هو من وش القعده لوش الايه؟ لوش القعده. دي حاجه. العزل بتاع مين؟ بتاع القواعد عباره عن مين؟ عباره عن المحيط بتاع القعده مضروب في السمك بتاعها ناقص الحته بتاع السمل والحته بتاع الايه؟ بتاع السمل. انا من الريفت احسب بس المحيط في السمك وبعد كده بنقصهم شويه في الاخر. يعني الريفت هطلع منه المحيط واضربه في الايه؟ في السمك، وابقى عامل في حساب ان انا عندي ايه؟ في حته تقاطع هنا ما بتتعزلش. طيب انا ليه ما بعزلش ده؟ ما بعزلش السمل من فوق. طيب تعالى كده بعد ما عزلت السمل حط عليه حيطه. هيعمل لك مشكله في الايه؟ هيعمل لك مشكله وانت بتحط الحيطه فوق الايه؟ فوق السمل. فبيفضل ان احنا نحط العزل دايما على الجوانب بس، ما نعملوش فوق الايه؟ فوق العزل. ده اللي كنت عايز اقوله لك قبل ما اخش فيه. رقبة العمود هقول لك بتحسبها ازاي. تعالى لغاية هنا كده، عايز اطلع، بص على الجدول بتاع الكاميرات ده كده، داخل فيه مين؟ داخل فيه السمال. انا عايز اعمل الجدول بتاع السمال ده لوحده، يعني يبقى السمال ده في جدول لوحده والجدول بتاع الكاميرات مفيش فيه السمال. يبقى انا هشغل المرة دي معايا امر فلتر. يبقى انا هشغل فلتر، يعني انا شغلت كل اللي عمال اشغله فيلد وسورتنج وفورماتنج، ما اشتغلتش خالص على مين؟ على فلتر. تعال لي كده على الفلتر دي وقول له ايديت. اقول له فلتر باي، فلتر باي السمل. لو جيت تبص هنا مش هتلاقي حاجه اسمها الطايب. ادور انا على حاجه ثانيه. مش السمل ده في ليفل واحد؟ يبقى فلتر باي ليفل ايكوال ليفل ايه؟ ليفل واحد. انت عارف اللي انت هتعمله ده هيقوم شايل لك كل النتائج ويسيب لك مين؟ ويسيب لك السيميلات اللي في ليفل واحد بس، او الكاميرات اللي في ليفل واحد. طيب اخليه كده doesn't equal، يعني هيشيل لي اللي في ليفل واحد ويسيب لي مين؟ ويسيب لي الباقي. يبقى انا بعمل جدول الكاميرات، هعمل الفلتر ريفرنس ليفل دازنت ايكوال الليفل بتاع السيميلات، وانا بعمل الجدول بتاع السيميلات اعمل دازنت ايكوال. دي هتبقى ايه؟ هتبقى ايكوال بس، يعني هشيل لي كل الكاميرات ويسيب لي اللي في ليفل واحد. خليها مثلا ايكوال كده ونجرب. يبقى هو كده هيشيل لك كل حاجه ويسيب لك بس المنسوب ده. طب خليك على فلتر. لو خليتها دازنت ايكوال يبقى انا هشيل اللي في ليفل واحد واسيب الباقي. تمام؟ اقول له دازنت ايكوال، يبقى كده هيسيب لي كل مين؟ كل الكاميرات، ويشيل لي مين؟ ويشيل لي السمل. ده الفلتر اللي انا بضيفه بس على الايه؟ على الكاميرات. طيب خلينا بس في ليفل بتاع الكاميرات الاول، بتاع السملات. فلتر بتاع السملات، انا هعمل فلتر 2، واحد في الكاميرات هقول له دازنت ايكوال واشيل السملات، واحد في الايه؟
واحد فيه السملات اقول له ايكوال واسيب السملات. ده الجدول بتاع السملات. في الريفرنس ليفل وفي الحجم وفي الاستيميتد رينفورسمنت وفي الاسمنت والرمل والزلط والايه؟ والستيل. ايه اللي انت عايز تضيفه تاني في السملات؟ هتلاقي عندك التايب والليفل والفوليوم والاستيميتد دول لحد كده اللي انت عملتهم في الكاميرات مفيش فيهم اختلاف. عايز اضيف دول الكات لينس والعزل والبي والاتش. اول مره هتيجي تضيف البي والاتش دول مش هتلاقيهم في البارامترز. اتمنى عامل هنا الجدول قبل كده فهتلاقيهم جوه البارامترز. اقول له في الفيلدز ما سلحتش انا السملات وانا بسلح ما سلحتش السملات. هتلاقي اول مره البي دي مش موجوده والاتش دي مش موجوده. طيب عندك هنا بس هتلاقي الكات لينس اللي هو ده. اضيف البي والاتش هنا ازاي؟ روح لي على الفاميلي اللي هي ستراكشرال فريمنج وتفتحها وتروح دوت كليك يمين على مين؟ على الكاميرات الخرسانه واقول له ايديت. هيقوم فاتح لك المنظر اللي قدامك ده. انا داخل هنا عشان اضيف البي والاتش مش هيبقوا موجودين عندك اول مره. اروح داخل على الفاميلي ايه؟ الفاميلي تايب. هتلاقي البي والاتش تروح ضغط على البي واقول له موديفاي. هتلاقي عندك العلامه دي محطوطه اول مره عندك على الفاميلي بارامتر. اخليها انا على ايه؟ على شيرد بارامتر، يعني يقدر ان انا استخدم القيمه دي. واقول له سيلكت. اقول له ايديت. واقول له نيو. اضيف انا بارامتر سميه مثلا البي. واقول له اوكي. هنسميها اسم تاني عشان في بي واحد. واقول له اوكي. يبقى انت ضفت كده خانه هتظهر عندك في الجدول بتاع الكميات اسمها بي واحد. اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن العرض بتاع الايه؟ العرض بتاع الكاميرا. الاتش اقول له موديفاي وبدل فاميلي بارامتر اخليها شيرد بارامتر واخليها ايه؟ سيلكت واقول له ايديت واقول له نيو واضيف انا مثلا اتش واحد واقول له اوكي واختار انا اتش واحد اوكي واتش واحد اوكي اوكي واقول له في الاخر لود انتو بروجكت واقول له اوفر رايت. واقول له اوفر رايت. راح محمل لك البي والاتش جوه الايه؟ جوه الجدول. هتلاقي عندك هنا في الجدول بتاع الاستراكشر فريمنج واقول له اديت الفيلد. هتلاقي عندك حاجه ظهرت هنا اسمها مين؟ البي واحد، ده المسمى اللي انت كنت مسميه هناك في الشيرد بارامتر. اضيفها. واضيف هنا كمان الاتش واحد. طيب انا بضيف البي واحد والاتش واحد. بضيف البي واحد والاتش واحد ليه؟ مش عشان احسب العزل. اللي انا قلت لك هو قد ايه؟ بالنسبه للسمل اللي هو الكات لينس في 2 اتش. يبقى هروح ضايف هنا كالكوليتد فاليو عباره عن العزل. وكومون واريا. ده عباره عن الاثنين الاتش في اثنين. كل ده في كام؟ في الكات لينس. من الوش للوش. في عندك هنا حاجه اسمها لينس ما تضيفهاش. ده هجيبها لك من العمود للعمود. مش من وش القعده لوش القعده، انا بشتغل على الكات لينز. وجرب تعملها في البيت، روح حاطط هنا قعده وهنا قعده ومسافه مثلا ما بينهم سته.
وقيس المسافه دي وقيس المسافه دي، هتلاقي الكات لينس هو ده واللينس اللي هو اللي من القاعده اللي قاعده من العمود لعمود. ده الانسلشن. اروح له على الفورماتنج على طول واقول له على ده كالكوليت الايه؟ كالكوليت التوتال. واوعى تقول له كالكوليت التوتال للبي والاتش. انت عارف هيعمل لك ايه لو قلت له كالكوليت التوتال للبي والاتش؟ يعني لو عندك 10 سملات هيقوم ضارب لك العرض ضعف 10. تيجي انت تبقى شغال في الموقع تلاقي مثلا عرض السمل 10 متر. ده جاي ده ايه ده؟ لا انا بسيب البي والاتش اللي هم العرض الابعاد بتاعت القطاع، الابعاد بتاعت القطاع بسيبها من غير كالكوليت الايه؟ كالكوليت التوتال. ضفت هنا كده كميه الايه؟ كميه العزل بالمتر المربع. الكات لينس ممكن اضيف لك كالكوليت التوتال عادي مش فارقه معايا في حاجه. الكات لينس ممكن اضيف لها كالكوليت الايه؟ التوتال. اهم حاجه ما اضيفش للبي ومين؟ للبي والاتش. يبقى جدول السملات مشكلتي فيه ايه؟ مشكلتي فيه حاجتين. مشكلتي فيه اول حاجه ان هو بيظهر في وسط جدول الكاميرات فبشيلها بفلتر. بقول له ليفل اللي هو الايكوال تو ليفل واحد، يبقى انا بشيل كل الكاميرات واسيب اللي في ليفل واحد بس. المشكله الثانيه موضوع العزل. فموضوع العزل انا خلاص عرفت الابعاد بتاعت العزل قد ايه، اللي هي 2 اتش في مين؟ في الكات لينس. فروح ضايف الكات لينس، هتيجي تبص هتلاقي البي والاتش مش موجودين اصلا في الجدول. فبروح على الفاميلي اللي تحت دي، على الفاميلي اللي اسمها استراكشرال فريمنج، وعلى كونكريت، واقول له ايه؟ واقول له ايديت، واخلي البارامتر اللي هي البي والاتش شيرد بارامتر ان انا اقدر استخدمها. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هي القواعد. الحاجه اللي بعد كده اللي هي القواعد. خلاص جدول السيمولات فيه مشكله؟ تعالى لي على الجدول بتاع القواعد. مش انت كنت ضايف القاعده المسلحه والقاعده العاديه تحت نفس المسمى اللي هو الايه؟ اللي هو الفاونديشن. كنت ضايف القاعده العاديه والقاعده المسلحه تحت نفس المسمى اللي هو الفاونديشن. انا عايز اعمل فلتر، عايز اعمل فلتر يشيل لي القواعد المسلحه لوحدها والقواعد العاديه لوحدها. والمره دي مفيش عندي تايب، مفيش عندي فلتر بالتايب. طيب الفرق ما بين الاثنين ايه؟ وانت بترسم ايه اللي كنت بتختلف ما بين الاثنين؟ وانت بترسم الرينفورس الكونكريت كنت بتخلي الاوبس بتاعها بصفر. وانت بترسم البلين كونكريت كنت بتخلي الاوبس بتاعها بايه؟ بقيمه. يبقى انا هعمل فلتر هو نفس الفلتر. بس وانا برسم الريفورس الكونكريت اقول له ايكوال تو زيرو. يبقى انا هختار لك كده القواعد المسلحه بس. ليه؟ لان الاوبس بتاعه وانا برسم كان بصفر. وانا بجيب الجدول بتاع البلين كونكريت هقول له الفلتر اللي هو الاوبسيت دازنت ايكوال تو زيرو، يعني اي حاجه معمول لها اوبسيت. كده انا فصلت ما بين الاثنين، حليت المشكله الاولانيه. الريفورس الكونكريت كفوتنج عايز التايب والليفل والحجم والويتس واللينس دول موجودين، والاستيميتد رينفورسمنت فوليوم اللي هو الحجم بتاع التسليح. تعالى كده من فيو سكيدولز، سكيدول وكوانتيتيز، اقول له استراكشرال ايه؟ استراكشرال فاونديشن. كده هيجيب لك مين؟ كده هيجيب لي العاديه والمسلحه. واقول له الفوليوم والتايب والليفل، وعايز الاستيميتد رينفورسمنت، وعايز كمان الاوفست. وانا حاطط الاوفست ده عشان هستخدمه في الفلتر. تمام؟ اقول له فلتر. انت عايز تطلع دلوقتي جدول الخرسانه المسلحه ولا العاديه؟ المسلحه. اقول له الاوفست ايكوال زيرو. يبقى هو كده هيشيل لك النتائج كلها ويسيب لك اللي الفلتر بتاع الايكوال بتاعه بيساوي صفر، الاوفست بتاعه بصفر. اقول له سورتنج وجروبنج. اقول له سورت باي ايه؟ باي ليفل. هما كده كده في ليفل واحد، وفوتر وبلانك لاين، وزين باي ايه؟ زين باي تايب. واشيل الايتمايز واقول له جراند ايه؟ توتال. وعلى الفورماتنج اخلي الحجم ده وده، اقول له جراند ايه؟ او كالكوليت التوتال. وفي الفيلدز بس ارتب التايب فوق والليفل تاني حاجه والاوفست بعده. ساب لك هنا اف 1 واف ايه؟ واف 2 بس. طب تعالى شيل الفلتر كده. شيل الفلتر، قول له نن. راح مزود لك عليهم ايه؟ بلين كونكريت وبلين كونكريت 2.
يبقى فايده الفلتر فهمت فايدته دلوقتي؟ بشيل الايديت واقول له شيل لي اللي معمول له اوفست بايه؟ اي قيمه، سيب لي بس اللي ليه ايه؟ اللي ليه اوفست بصفر. هيقوم سايب لك اف 1 واف 2. بنفس المبدا انا عايز اضيف العزل بتاع الخرسانه المسلحه، انا عندي الحركه دي اصلا عشان الخرسانه المسلحه هتتعزل والعاديه مش هتتعزل. اقول له فيل ذيس اديت، ايه البارامترز اللي انت عايزها عشان تحسب العزل بتاع الخرسانه المسلحه كقواعد؟ مش الويتس واللينس والسمك. السمك للاسف مش موجود زيه زي البي والاتش بتوع الكاميرا. فهتروح تعمل نفس القصه على الاستراكشر فاونديشن في الفاميلي وتقول له خليهم شيرد ايه؟ شيرد بارامتر. او لو السمك بتاع القواعد ثابت اروح ضارب الويتس زائد اللينس في 2 واروح ضاربه في ايه؟ في السمك مره واحده. يعني مسطح العزل بتاع القاعده دي عباره عن ايه؟ عباره عن الطول زائد العرض في 2 كله مضروب في ايه؟ في السمك. تمام؟ فاروح ضايف هنا بارامتر اللي هو الويتس ومين؟ الويتس واللينس، ودول جاهزين هنا. اللينس جاهز والويتس جاهز. انا مش عايزهم في حد ذاتهم، انا عايز احسب منهم حاجه اللي هو الايه؟ العزل. ده عباره عن اريا، عن كومون اريا، عباره عن 2 في الويتس زائد الايه؟ الويتس زائد اللينز. متقفل. لو انت ضايف السمك كشيرد بارامتر جوه هنا هتروح ضاغط وتروح محدد مين؟ السيكنس. لو انت عايز تريح نفسك تروح ضارب السمك، انت عارف انت مثلا السمك بتاع القاعده المسلحه 6 من 10 تروح ضارب في كام؟ بدل ما انك تقعد تعمل ايه؟ تقعد تضيف. لو انا مش عايز اضيف نفس الحركه اللي انا عملتها في الكاميرا، رحت على الفاميلي وشيرد بارامتر والقصه دي، مش عايز اعملها هنا، مش عندي هنا الا السمك اللي مجهول، اروح اشوف السمك بتاع القاعده دي بكام واقوم ضايفه كرقم. واقول له في الفورماتنج ما انساش اقول له في هنا كالكوليت التوتال، والويتس واللينس ما تقولوش كالكوليت التوتال عشان ما يجمعلكش المجموع العرض ومجموع الطول بتوع الايه؟ بتوع الاعداد. راح جاب لك كميه الايه؟ كميه العزل. كميه العزل دي عايز اطرح منها، عايز اطرح منها الحتت دي. انا مش هعملها على ريفت، انا هعملها على الكاد. بعد كده لما اصدر الجدول ده للكاد هعرف اعملها ازاي. السمل ده بيتقطع مع القاعده كم مره؟ طيب تعرف تجيب لي الابعاد بتاعت السمل ده في ده؟ يعني انا لو اديتك الابعاد بتاعت السمل واديتك الاعداد بتاع السمل هتعرف تشيل لي الحتت بتاعت التقاطعات دي؟ صح؟ يبقى انا لو ضربت العدد بتاع السملات في 2 في الطول في العرض بتاع السمل، مش كده شلت المشكله؟ تروح مطرحها من كميه العزل، جبت العزل بالظبط. طول في العرض بتاع السمل اللي هم الدايمنشن الصغيره اللي هو الطول والعرض اللي هم الدايمنشن بتوع السكشن، مش الطول الطول بتكلم اللي هم الدايمنشن بتوع السكشن في العدد في 2 عشان السمل بيعمل لي المشكله كام مره؟ بيعمل لي المشكله مرتين. طيب لو انا عايز اضيف، لو انا عايز اضيف، لو انا عايز اضيف العزل بتاع رقاب العمدان، لو انا هعمل عزل رقاب العمدان، العزل بتاع رقاب العمدان يعني لو قلت العمود، العمود مش هيركب على طول على القاعده، يعني العمود القاعده طبيعي ان هي مش في وش الايه؟ مش في وش سطح الارض. فبيبقى عندك الجزء ده بالعمود معزول. الجزء ده. تمام؟ هتروح على الريفت وتروح فاتح اي اليفيشن من دول.
وليكن المنسوب اللي هو ليفل 10 ده منسوب سطح الارض. يعني انا ضايف ليفل هنا قبل منسوب الدور، يعني منسوب سطح الارض اللي هو ده، وده المنسوب بتاع سطح الفاونديشن. مش انت عايز الحته دي، الحته دي من العمود ده عباره عن ايه؟ 2 في الطول زائد العرض بتوع العمود في اللينس بتاع العمود، صح؟ بس وانت بترسم العمدان بتاعت الرقاب دي هترسمها لوحدها، عشان اللينس بتاع العمود هنا هيجيبه لك قد ايه؟ من الاول للاخر هيجيب لك يعني انا هروح جايب العمدان دي كلها. لو انا عايز اضيف انا ليفل لسطح الارض، هروح جايب العمدان دي كلها واخلي البيز ليفل بتاعها بدل الليفل ده هيبقى ليفل 10. يبقى انا خليت العمدان بتاع الدور الارضي لحد ليفل 10 بس، واروح باخد العمدان دي ايه؟ كوبي، واروح منزلها تحت ما بين الليفل 1 وليفل ايه؟ وليفل 10. يبقى انا ظبطت العمدان في الحته المحصوره دي بس، عشان لما اقول له هات لي اللينس يبقى انا فاهم ان اللينس ده بس مش طول الدور كله. حد فاهم حاجه؟ انا عندي ده سطح الارض، ده سطح الارض، ده سطح الارض. لو جيت راسم انا العمود من الاول سطح الاساسات لغايه منسوب الدور الارضي، ايه اللي هيحصل؟ هيروح حاسب لك الطول ده. يبقى انت بتحسب عزل ده كله، انما انا عايز العمود يبقى مرسوم من سطح الارض لحد سطح الفاونديشن. اعمله ازاي؟ اروح حاطط ليفل ما بين ده وده اللي هو ليفل سطح الارض، والعمدان اللي انا بعملها بدل ما اعملها نازله لحد المنسوب ده، لا اعملها نازله لغايه منسوب الايه؟ منسوب سطح الارض بس. وبعد كده اروح واخد جول كل العمدان اللي في الدور الارض دي كوبي، واروح نازل بقى على الليفل الايه؟ على الليفل اللي تحت ده، عشان اروح قايل له الارتفاع بتاع رقبه العمود الحته دي بس، بالمنسوب الفاونديشن لمنسوب سطح الارض. اروح جايب 2 في الطول زائد العرض في الطول ده، جبت مين؟ جدول قبل الاخير، جدول الخرسانه العاديه، جدول الخرسانه العاديه. عايز في ايه؟ عايز التايب والليفل والفوليوم والويدث واللينس والاوفست والاسمنت والرمل والزغل. لو عندك السمك بتاع الخرسانه العاديه دي اكتر من 20 سنتي هيبقى حجم، لو اقل من 20 سنتي هيبقى اريا. فيو سكيدول، اروح مطلع من هنا الاستراكشرال ايه؟ ستراكشر فاونديشن، اطلع الفوليوم ومين والتايب، ايه تاني؟ الليفل واللينس والويتس، هتلاقي الويتس اخر حاجه. في تسليح؟ مفيش تسليح. ايه اللي عايز تطلعه تاني؟ مفيش عزل. اروح على الفلتر اقول له فلتر باي الاوفست، اروح مدخل كمان الايه؟ اروح مدخل كمان الاوفست عشان اعمل له فلتر الاوفست. مش انت واثق ان البلينكون كريك كلها واخده فلتر واخده اوفست؟ اقول له فلتر بالحاجات اللي واخده اوفست doesn't equal to zero. وانا برسم البلينكون كريت تحت الخرسانه المسلحه كنت بديها اوفست، لان انا لو قلت له من غير اوفست هيروح راسمها لك في نفس المنسوب مع الخرسانه المسلحه، هتلاقي الخرسانه المسلحه كده والخرسانه العاديه كده. لو انا عاطي البلينكون كريت اوفست هيروح منزلها لك تحت الايه؟ تحت. ده فايده الاوفست ان انا بنزلها بين المنسوب ده المنسوب ده، دي الفايده بتاعت الاوفست. فالبلينكون كريت طبيعي انها واخده ايه؟ واخده اوفست، بس كانت ايكوال تو زيرو. الرينفورس كونكريت ما كانتش واخده ايه؟ ما كانتش واخده اوفست، انما الباقي واخد اوفست، يعني مش بصفر. تمام؟ اقول له اوكي. بيصفي لك الحاجه على اللي انت طالبه ده بس.
لا ده السورتنج وجروبنج. طيب ليه هو مصنفهم لك كده؟ لان انا ما رحتش في الفيلدز دي ورحت على الفورماتنج السورتنج وجروبنج وقلت له ايه؟ ما قلتلوش صنفهم لي بالايه؟ بالليفل وفوتر زين باي التايب. يعني هو كده هيجمعهم لك مع بعض بدل ما هو مفردهم لك كده كل قاعده الايه؟ كل قاعده لوحدها. واقول له اوكي. ما ضفناش هنا الفوليوم، الفوليوم اول حاجه. اقول له اوكي. الحجم ده 28 من 100. مظبوط؟ تعال كده نضيف على الفورماتنج وفي الفوليوم قول له كالكوليت التوتال. خلي بالك من الحجم. ده كام؟ 9 24. 28 من 100 ده بتاع قاعده واحده، انما قلت له كالكوليت التوتال. يعني عندك بلين كونكريت، عندك بلين كونكريت ما هماش قاعده واحده، ده هم 28 من 100. شوف بقى مضروبين في كام قاعده هيروح مطلع لك الحجم ايه؟ الحجم ده. اللينس والويتس، اللينس والويتس ما بنلومش كالكوليت التوتال. الحاجه الاخيره لو السمك بتاع البلين كونكريت اكتر اقل من 20 سنتي انا مش هجيب الفوليوم، هروح اجيب مين؟ الاريا. طب انا عايز اجيب الاريا من دول، وحذاري ان انت تستخدم الاريا بتاعت الجدول، احسبها انت. الاريا بتاعت الجدول في الريفت كله ما بستخدمهاش الا في الفلور، انما في الفاونديشن انا بحسبها. بحسبها ازاي؟ طول في العرض. لينس في ايه؟ لينس في ويدز. اقول له في الفيلدز اقول له كالكوليتد ايه؟ كالكوليتد فاليو عباره عن الاريا اللي هي اريا اللي هي اللينس في ايه؟ في الويتس. انت عارف لو مختار النوع ده حاجه ثانيه غير الاريا؟ تعال جرب كده فوليوم مثلا. اقول لك انكونسيستنت يونت، يعني كده اضرب لك الوحدتين دول في بعض لقيت ده متر في متر، اديك متر مربع وانت قايله ده حجم. تمام؟ عشان لو شتمك في البيت تبقى فاهم ده ايه يعني. الفوليوم لا انا هقول له ده ايه؟ اقول له ده اريا، اقول له اوكي، اقول له اوكي. هيطلع لي 3. 3 دي حاصل ضرب 1 و4 في 2. لا اروح على الفورماتنج واقول له كالكوليت الايه؟ كالكوليت التوتال بتاع الاريا.